السلام عليكم. هاي القصيدة اللي عندي للشاعر تميم البرغوثي اللي أنا متأكد إن كلكم سمعتوا فيه. أنا لي عظيم الشرف إني ألقي له القصيدة. بيقول تميم: إن سار أهلي فالدهر يتبع، يشهد أحوالهم ويستمع، يأخذ عنهم فن البقاء فقد زادوا عليه الكثير وابتدأوا، وكلما هم أن يقول لهم بأنهم مهزومون ما اغتنوا. يسير إن سار في مظاهرة في الخلف فيه الفضول والجزع، يكتب في دفتر طريقتهم لعله بالدروس ينتفع. لو صادف الجمع الجيش يقصده فإنه نحو الجيش يندفع، فيرجع الجند خطوتين فقط، لكن القصد أنهم رجعوا. أرض أعيدت ولو لثانية، والقوم عزل والجيش مدرع. أرض أعيدت ولو لثانية، والقوم عزل والجيش مدرع. ويصبح الغاز فوقهم قطعا، أو السماء فوقه هي القطع، وتطلب الريح وهي نادرة، ليست بماء لكنها جرع. ثم تراهم من تحتها انتشروا كزئبق في الدخان يلتمع، لكي يضلوا الرصاص بينهم تكاد منه السقوف تنخلع، حتى تجلت عنهم وأوجههم زهر، ووجه الزمان منتقر كأن شمسا أعطت لهم عدة أن يطلع الصبح حيثما طلعوا. تعرف أسماءهم بأعينهم، تنكروا باللهام أو خلعوا، ودار مقلاع الطفل في يده دورة صوفي مسه ولعوا، يعلم الدهر أن يدور على من ظن أن القوي يمتنع. وكل طفل في كفه حجر ملخص فيه السهل واليفع، جبالهم في الأيدي مفرقة وأمرهم في الجبال مجتمع، يأتون من كل قرية زمرا إلى طريق لله ترتفع، تضيق بالناس الطرق إن كثروا، وهذه بالزحام تتسع. إذا رأوها أمامهم فرحوا ولم يبالوا بأنها وجع، يبدون للموت أنه عبث حتى لقد كاد الموت ينخجع، يقول للقوم وهو معتذر: ليس بيدي ما آتي وما أدعو، يظل مستغفرا كذي ورع ولم يكن من صفاته الورع. لو كان للموت أمره لغدت على سوانا طيوره تقع. أعداؤنا خوفهم لهم مدد، لو لم يخافوا الأقوام لانقطعوا، فخوفهم دينهم وديدنهم، عليه من قبل أن يولدوا طبعوا. قل للعدا من بعد كل معركة: جنودكم بالسلاح ما صنعوا، لقد عرفنا الغزاة قبلكم، ونشهد الله فيكم البدع. 60 عاما ما بكم خجل، 60 عاما ما بكم خجل، 62 عاما ما بكم خجل، الموت فينا وفيكم الفزع، أخزاكم الله بالغزاة فما رأى الورى منكم ولا سمع. ستون عاما ما بكم خجل، الموت فينا وفيكم الفزع، أخزاكم الله في الغزاة فما رأى الورى مثلكم ولا سمعوا. حين الشعوب انتقت أعاديها لم نشهد القرعة التي اقترعوا، لستم بأكفائنا لنكرهكم، وفي عداء الوضيع ما يضع، لم نلق من قبلكم، وإن كثروا قوما غزاة إذا ما غزوا هلوا، ونحن من هاهنا قد اختلفت قدما علينا الأقدام والشيع. سيروا بها وانظروا مساجدها، أعمامها أو أخوالها البيض، قومي ترى الطير في منازلهم تسير بالشرعة التي شرعوا. لم تنبت الأرض القوم، بل نبتت منهم بما شيدوا وما زرعوا، كأنهم من غيومها انهمروا، كأنهم من كهوفها نبعوا، والدهر لو صار القوم يتبعوا، يشهد أحوالهم ويستمعوا، يأخذ عنهم فن البقاء فقد زادوا عليه الكثير وابتدعوا، وكلما هم بأن يقول لهم بأنهم مهزومون ما اقتنعوا. شكرا.